علشان خاطر هيبقى اجازه بتاعت يوم الاحد شرم ياسين بعد يوم بالنسبه لنا احنا مركز احنا مش هندي حاجه الاسبوع الجاي فبالنسبه لنا ان شاء الله الاسبوع الجاي احنا كده اوكي يبقى عندنا ايه معانا انت بقى الاسبوع اللي بعده هتقولي الاسبوع اللي بعده هيبقى فاضلنا اسبوع على الامتحان هي مقارنه واضحه جدا حضراتكم عايزين تيجي تحلفوا على الشطر ولا تسيب الشطر اللي انا قايل عليه؟ هتقولي يلا نمليه بقى بس احنا مين؟ هو الشطر خلاص هيشيلك النهارده احنا جايين عشان حضراتكم لو انت شايفين الموضوع اللي هو بيحاول الدرجات دي فهيقولوا ما تجيش تمام؟ يعني فاهمين قصدي ايه؟ هو الموضوع كده صراع هو يوم ال 15 اللي كان ده شخصيا اللي هو يوم الاحد اللي بعد كده ان شاء الله تمام؟ عندنا محاضره اخيره اللي احنا هنتكلم فيها على الكلام دوت ممكن احكي فيها على بعض الحاجات اللي فاتت اللي انا ما لحقتش اخلصها يعني هخليها محاضره كده مجمعه مهمه جدا. فخد ده نصيحه حضرتك لو انتم شايفين انها لود قوي كده تمام؟ عادي جدا على قد تقدر تحضر دراستك في البيت تمام؟ ولكن هتحضر دراستك في البيت وما تجيش. ففي سلسله بالنسبه لنا يعني يا ريت تحسبوها بطريقه ايجابيه شويه. طيب نبتدي نشتغل على 18 انا عايز احل مساله من الجي اللي هو قصه الار ال اس هل حد منكم ابتدى يحل حاجه ار ال اس هل حد ابتدى في حد ابتدى يمشي فيها يعني؟ حسيت ان في معاناه في المحاضره اللي فاتت والمساله اللي فيها رسمه يعني شايف انها ضايقت بعض الناس حلو انا مش عايز اعيد تاني دلوقتي انا ممكن اعيدها تاني المحاضره الجايه بس انا النهارده لما احل واحده كبيره استفيد احسن تمام فخلوني المساله اللي فيها رسمه اعيدها لكم مع المحاضره الجايه بس تحس ان احنا بنزيد ايد ما بقاش جايين نعيد نفس الكلام تاني ماشي طيب وهل هو ممكن في الامتحان يعني يسالني على رسومات قوي كده؟ لا هي المساله اللي قلتها المره اللي فاتت دي احنا بنشرح عليها يعني بالنسبه لنا احنا دي زي الشطر زي اكني بكلم في الشطر بس اوكي؟ لكن مساله زي بتاعت النهارده دي مساله عاديه دي مساله اهو ميزان زيها اهو ميزان زيها والمقاس بتاعتها منطقيه جدا كلها اوكي؟ مساله رقم اربعه في الشيت يقول لحضرتك والريفرنس ونزلت الشغل فيك كالكوليتر احسب ايه بقى؟ أول حاجة فترة بريكن فروم ذا بشري أت ذا إنستنت أوف كلوزينج ذا سويتش لحظة ما قفلت السويتش لحظة ما قفلت السويتش عايز يحسب الكرنت اللي مسكوب من البطارية طيب الكرنت المسكوب من البطارية دوت هو رايح فين؟ نمشي معاه كده على رقم لو سمحتوا الكرنت المسكوب من البطارية هو رايح فين؟ عنده كم مسار يمشي؟ اثنين يبقى أنا هسمي الكرنت أي وهقول اللي داخل هنا أي واحد واللي مشي هنا المفروض مين؟ اي بي ها؟ عارف المطار على الكلام ده؟ يبقى اي بتساوي كام؟ اي اهو بتساوي كام؟ اي واحد بلس اي بي طيب اي واحد بكام؟ طياره عدى في المقاومه ورجع تاني للبطاريه يبقى البطاريه اللي ماشيه بتساوي كام؟ لو قصيت الدايره دي بس كده ها؟ بتساوي كام؟ بتساوي 12 اهو ده بيساوي 12 على 30 بلس ايه راي حضراتكم؟ الكرنت اللي ماشي في البرانش اللي فيه كويل نرجع للرسمه بتاعت الكويل ها عشان نعرف ازاي نستفيد من الرسوم ده نرجع لرسمه الكويل ونشوف منظر الكرنت مش كان بيبقى طالع كده؟ طب لحظه قفل السويتش يعني لسه بيعمل لسه بيبتدي كان الكرنت بكام؟ ها بزيرو يبقى هنا كام؟ صعب كده؟ طيب ما تيجي بقى نزود مطاريه شويه على المساله دي يبقى ليها لازمه كده بدل ما تحلها كده في المحاضره مخصوص طب ما نبدا بنفس الطرف ده لحظه فتح السوشيال ها يعني عايزين نقول بقى ده كده كلوز لكن احنا كنا بنلوز صح كده؟ طب تيجي نقول برضه زي بيساوي زيرو لو فتحت السوشيال خلاص هو قفل واشتغل وخلص وعايز افتح السوشيال ها يبقى الكلام بكام؟ اي بتساوي الاي واحد بلس اي تي صح كده؟ اي واحد ده كام؟ اي واحد ايه؟ اي واحد يبقى كام؟ زيرو نتيجه ايه؟ باشمهندس كلامه سليم يبقى زيرو نتيجه ايه؟ نتيجه ايه؟ نتيجه انها مع بعض زي ما اتكسر حكيناها المره اللي فاتت فالطياره نتيجه البطاريه بقى دي كلام باشمهندس ممتاز بلس اي تي بقى بعد كده هيبقى زيرو برضه؟ لا هيبقى ايه؟ هيبقى الكرنت اللي ماشي هنا كده في المسار اللي فيه دلوقتي مع بعض، صح كده؟ ليه؟ ما دي قصه اللي بنحكيها المره اللي فاتت وبنأكد عليها. هو التيار اللي هيمشي هنا هيعرف يرجع تاني؟ بعد ما طلع البطاريه لا،
السكه الطيار ده يمشي فين؟ اللي انت اكيد نفس الفكره بتاعت المره اللي فاتت. ماشي؟ طيب الموضوع الثاني بيقول لي ريل اوف انكريز اوف كارب ان ذا كويل ات ذا انسان اوف كلوزنج ذا سويتش. طب نمسح الموضوع الثاني ده؟ يعني اي 2 بيساوي كام؟ اي 2
كم حضرتك دي اوفر ار واحد ماينس واحد اي باور ماينس دي اوفر ان. طب الناوي عايزين نقسمها لو سمحتوا كده هتبقى ام وفوق هنا ايه؟ يعني نقسمها كده بوضوح ماينس ار دي اوفر ان. باشمهندس ممكن نتعمل الحته دي عشان هنا انا بحكيلها سبب معين. يقول لي بعد 20 ملي سكند احسب لي الكرة. طيب 20 ملي سكند اهو فيهم مشكلة دول؟ لا. الاي 12 سم. ما فيهاش مشكلة. الام هو في النهاية ما فيهاش مشكلة. هتقول لي ما المشكلة فين؟ في الار. ايه رأي حضرتك؟ لما عملت السويتش اي 2 ماشي في اي مقاومة؟ ب 30 ولا 15 ولا 30 و 15؟ 45. ليه؟ لان اي لما عملت السويتش ما نزلش قلنا اي 1 مشي كده واي 2 مشي كده. اي 2 مشي كده على فكره ورجع كده. هل هو على الحته دي؟ اجت جنبها خالص. يبقى المقاومه اللي موجوده حاليا هنا هي مين؟ ها؟ عكس مين؟ 15. يبقى هكتب هنا 15 او وهكتب هنا 15 او. ده بعد ايه؟ بعد ما قفلت السويتش. انا بقى هطلب هنا المطلوب بتاعنا هزود المطلوب دوت بعد فتح السويتش. طب بعد ما فتحت السويتش بعد ما بقى اوبن ايه الشغل عندك في شيء؟ بطيب 20 ملي سكند اي 2 يساوي كام؟ هنكتب نفس الايكويشن ولا الايكويشن بتاعت الروشن اللي ايه؟ هتبقى اي اوفر ار في اي باور ماينس ار اي اوفر ان. نفس الكلام 12 مره فاهم؟ بوينت الفور ان وهنا 20 ملي ثانيه. في الار هنا بكام؟ الار دي هنا هنقول 30 زائد 15 وهنا 30 زائد 15. الكلام ده صح؟ الكلام ده صح؟ تقول لي اه مش معنى صح وانت غلط. ما هو انت جيت قلت لي دلوقتي 15 15 هنيجي بعد ما نفضي يعني لما اقطع السويتش بص كده لما اقطع السكه دي اي فين هيمشي فين؟ هيبقى لام شويه مش هلاقي مسار يمشي فيه الا المسار ده فين؟ يعني مشي على 30 ودخل على 15 30 15 يبقى كام؟ 30 زائد 15. الكلام ده صح ولا غلط؟ واحدة صح اللي هي مين؟ اللي هي واللي غلط؟ حد فاكر انا قلت كلمة في المحاضرة اللي فاتت؟ ما كنتش انا جاوبت الرد على الكلام ده. قلت في حاجة اسمها ايه؟ الهيستوري. يعني ايه الهيستوري؟ فاكرين لما قلت لو انا عندي جرب طلع من 0 ل 10 لما اجي افتح السويتش هينزل من كام؟ هينزل من مثلا بتاعه مش هينزل من مثلا دي. لو انا عوضت هنا 12 على 30 زائد 15 هل دي هتبقى نفس القيمه بتاعت 12 على 15؟ طب انا ايه السؤال بتاعه؟ هو ده الشرط بتاعه. ايه الشرط بتاعه؟ بص على نفسك انا وصلت لحد هنا جيت اهو فتحت السويتش هينزل ازاي؟ هينزل كده صح كده؟ اه فدي بتعتمد على المقاومه اللي احنا بنتكلم عليها. طب القيمه دي بتعتمد على ايه؟ القيمه دي بتعتمد على ايه؟ على القيمة الجديدة ولا الوضع القديم اللي هو كان وصل له؟ كان وصل هنا كان وصل لكام؟ 12 على 15 يبقى المالي دي 12 على 15 لما فتحت السويتش هيبتدي هنا فين؟ يبقى القيمة دي؟ لا القيمة دي غلط. المالي دي جاية فين؟ إن نفس المالي دي هي نفس المالي. منتهى الأهمية الحتة اللي أنا بقولها دي يا باشمهندس. إيه رأي حضرتك في اللي أنت بتعمله؟ تحب عقل دلوقتي؟ ها؟ عندي عقاب حلو أوي. هجيب لك كرسي كده ثلاث أربع أيام. هتلاقي ها؟ يا باشمهندس المرة دي عشان نخش على حاجة هنا ليه؟ ما حدش يعرف الكلام ده. أه أثناء الطيب أثناء ما بينزل كان بيعتمد على المقاومة دي. لكن لما ابتدى منين؟ ابتدى من ماكسيمم اللي هو كان عنده قبل كده، هو كان عند كام؟ كان من 0 وصل 12 على 15، يبقى لما اقطع السلك او افتح السلك هيبتدي ينزل من كام؟ من 12 على 15، فدي بتعتمد على الهيستوري، يعني الهيستوري جنبها كده اللي انت
سي ولا سي؟ يعني ايه دي سي؟ لما تقول لك ايه ده دي سي؟ ده بالمعنى يقول لك لا التجربه دي كانت دي سي، التجربه دي كانت اي سي. ايه الفرق في الاصطلاحات دي؟ دي سي يعني كلمه دايركتر تيار ثابت، تيار ثابت ده ما يجيش الا من البطاريه. حتقول لي طب انا في المعمل ما بشتغلش على البطاريه، انا في المعمل بشتغل على الجهاز. الجهاز دوت زي الاداب انا بشتريه عشان كان ليه حوالي كهرباء من اي سي لدي سي، فبيسموه دايركتر، بيسميه دايركتر. وبالمعمل بالمعمل بالمناسبه اي جهاز لازم يكون مكتوب عليه. ففي جهاز بتاع تجربه الار سي سيركت هتلاقي مكتوب عليه كده دي سي باور سبلاي، لازم يكون مكتوب عليه، ما ينفعش يعني اخبيها، ما ينفعش عشان اخبيها عشان حاجه بتجمع، لازم يكون مكتوب عليها دي سي باور سبلاي. ماشي؟ طيب دي سي يعني ايه؟ يعني بدل، يعني القيمه ثابته والاتجاه ثابت. قيمه ثابته والاتجاه ثابت. يعني لو الفولت عايز انزله مع الطريق، هل هيبقى فيه فاريشن ولا هيبقى ثابت؟ الفولت عايز انزله مع الطريق، هيبقى فيه فاريشن ولا هيبقى ثابت؟ ثابت. وانا بقسمه مع الطريق الفولت اهو ثابت على طول، القيمه بتاعته ثابته، ما بتتغيرش. ولا بتغير مقدارها ولا بتغير اتجاهها. ليه؟ لان حاطط بطاريه وسط ليه؟ زي المشاريع حضرتكم بتحاولوا تعملوها وتقدموها، مش كلكم بتجيبوها على البطاريه؟ البطاريه دي بالنسبه لها حاجه معناها ايه؟ انت جايب لي بطاريه 9 فولت، جايب 9 فولت ثابته وحاطط بولاريتي بوست نيجاتيف ما اسمهاش. ده معنى اللي انتم بتعملوه. طيب وبالتالي الكارت نفسه هيبقى ايه برضه؟ هيبقى مقدار ثابت اللي هو فولت دي على الارض، وهيبقى برضه ما بيغيرش اتجاهه، لان ما دام البطاريه ثابته فالكارت خارج ثابت في دايركت شوت. تمام؟ طيب اي سي بقى؟ اي سي يعني ايه؟ الترنيتنج كارت، يعني تيار متردد يقلب بيه لنفسه كده كل شويه، بيه لنفسه على شكل ايه؟ على شكل ساين او كوزاين، على شكل ساين او كوزاين، وعشان كده الرمز بتاعها نفسه بس في السيركت بيقول كده، بيبقى علامه ساين نقطتين. حضرتك لو افتكر كده تجربه الاي سي سيركت اللي موجوده عندك في المعمل، الجهاز ازرق هتلاقي عليه نفس العلامه دي. هدي نفس العدد ومكتوب كان بيه 12 فولت او 6 فولت. يعني ايه 12 فولت او 6 فولت؟ طب ده انا الاي سي بتاعي عالي في مصر 22، لما بحط الديشه ببقى عندي مصدر 22 فولت. ما ينفعش اشغل الطالب في المعمل على 22 فولت. لان اي خطا ده ممكن يؤدي لمشكله، مشكله حضرتك. تمام؟ لكن 12 فولت لا رفع اقل بكتير. فانا بعمل ناس اسمه ستيب داون ترانسفورمر. الجهاز الازرق ده اسمه ستيب داون ترانسفورمر. بنزل الفولت من 22 لحد كام؟ لحد 12. زي فكره انا بنزل الفولت بس ادابتور بينزل على دي سي، ده هينزل لي اي سي بس، يعني ده عباره عن ترانسفورمر برايمري وسكند اللي هو محول، ينزل لي الفولت من 22 ل 6 او 12 على حسب ما انا بشوف. اوكي؟ فالعلامه بتاعت الاي سي هي علامه ساين، رسمت علامه ساين. تمام؟ طيب ايه راي حضرتك؟ عبر عنها ازاي؟ يقول لحضرتك ان الفي هو في نون يعني ماكسيمم فاليو ساين اوميجا تي، والاي عامه هيبقى اي نو ساين اوميجا تي. هل ساين بس؟ يعني لو قلت لك انها كوزاين هتقول لي دي مش دي سي؟ كوزاين بس هتعبر عليه، يعني ساين او كوزاين بتعبر عليه انها متردده، انها بتكرر نفسها، بتكرر نفسها كل شويه. طب التردد بتاعنا في مصر كام؟ 50. في مصر بس؟ لا ده في مصر والدول العربيه عادي. في امريكا تقريبا هي 60 هرتز وبعض الحاجات في اوروبا، لكن هو على مستوى العالم كله 50. يعني ايه 50؟ يعني ايه 50؟ يعني السايكل دي بتكرر نفسها كده دي 50 مره في الثانيه. ف 50 هرتز ده يعني ايه؟ يعني في الثانيه السايكل دي بتكرر نفسها 50 مره. طب واحد هيقول لي طب لو حط النيون اللي موجود عندنا في البيت بيجي معتمد ان في غاز كده لما بتضرب لما بيأكتيفيت بيفضل رايح جاي، طيب دي ما بحسش بيه رايح جاي. ليه وانا قاعد كده اتابعه وما بقوش رايح جاي رايح جاي 50 مره في الثانيه؟ ها؟ ليه بقى؟ لان عينيا ما بتربطش بعد 20 مره في الثانيه ما بتحسش ببريشن. وعشان كده لما اللمبه تبتدي تبوظ انا بحس بيها. لما اللمبه تبتدي تبوظ ابتدى الاداء بتاعها يختلف، وبالتالي الحركه بتاعتها بقت افضل. ابتدي عينيا تلاحظها وانا قاعد في اوضه فيها لمبه مهزوزه تعبني جدا. واضطر اغيرها او اشوف الحل او اشوف المشكله فين، لان دي ضايقتني. لقيت ليه بقى؟ لانها وصلت لاقل من 20 مره في الثانيه. نعم، بالظبط. لكن لو عدت 20 مره في الثانيه حتى كان يعني ليها حاجه كنت بقولها اجزاء بسيط كده، من زمان كده في كافيه فوتوغرافات بتتباع كده اللي هي معايا لسه ميكي ماوس، بيبقى الشكل بتاعه بيتغير مع الصفحات. لو انا مسكت
صفحتي عملتها بسرعه قوي هحس انها مومي مش هحس انها ورقه ورقه، لكن لو حسبتها بالراحه هتلاقي حس ان بتفرج على ورقه. تمام؟ ودي اصلا فكره الكرتون زمان قبل الكمبيوتر كان بيتعمل كده لقطه لقطه تقعد تتسم وبعد كده يحركوها بسرعه فتبان انها بتقول ده فيديو. اوكي؟ فهو اكتر من 20 مره في الثانيه انا بحس بفاريشن، اقل من 20 مره في الثانيه انا بحس بايه؟ بالفاريشن دوت وعينيا بتقول وعينيا بتقول. وعشان كده لو نسال نفسنا سؤال سريع قوي، هو ليه في الكاميرا لما باجي اظبط بيسالك ده تظبط انها 50 هرتز ولا 60 هرتز؟ لما اجي اصور بكاميرا ديجيتال، كاميرا ديجيتال او كاميرا على الموبايل او كاميرا على الويب كام، لما اجي اعملها سيتنج في الاول بيسالني كده سؤال، منها ان انا اظبط التردد بتاعها. ليه؟ عشان هو يعمل سنكرونايزيشن يعني يظبط مع التردد اللي هكتبه. لما انا اقول 50 يبقى هو يظبط نفسه على 50، فلما يصورني في اوضه فيها لمبات او مصادر اضاءه ما يتحسش ان في فاريشن. لكن لو عملتها بوضع مختلف هتحس بايه؟ هتحس بفرق، هتحس بايه؟ بحركه. عشان كده الكاميرات نفسها بتتظبط على المعدل. طيب يبقى اتفقنا ان ساين او كوزاين او كوزاين. طيب باين قامش مش هتطلعش حاجه منطقيه. طب الاوميجا دي مين بقى؟ الاوميجا دي مين؟ هي 2 باي اف. الاوميجا هي 2 باي اف. الاوميجا على بعضها اللي هي الاف دي اف سالب والاف الوحده بتاعتها هرتز. طيب هل كل سيركت بقى يا ريت بقى ركز مع كده، هل كل سيركت يعني ايه كهربائي؟ هل كل الكتريكال سيركت هيبقى فيها الفولت ساين بالشكل ده والكرنت ساين بالشكل ده والاثنين بايدين مع بعض في نفس اللحظه؟ ها؟ لا. هو بقى الكلام بتاع النهارده. الكلام بتاع النهارده انا بص العناوين بتاعتنا فيها كام حاجه كده؟ كلمه سيركت بختصرها بعد كده هتجيب في حرف سي دي يعني. بص عندنا ايه؟ ار سيركت، سي سيركت، ال سيركت، ار ال سيركت، ار سي، ار ال سي. ها؟ هل احنا عاملين كام عشان ده عرفت النهارده؟ ولا في فروع هتظهر فيه؟ طيب ايه راي حضرتك؟ بالسنس كده لو انت شايف ان الفولت ماشي ساين والكرنت ماشي ساين زيه بالظبط، دي اسمها ايه؟ اسمها متزامنين، اسمها ان فيز. القصه اللي حكيناها قبل كده في التجربه اللي هما الاثنين ماشيين مع بعض لحظه بلحظه، ده زاد وده اقل ده. هما ممكن يحصل كده؟ ممكن يحصل كده وهنثبته بقى دلوقتي او هنشوفه دلوقتي، اللي هو واحد يبتدي من الساين الثاني يبتدي من الرحل عنه شويه. طب يتبخر عنه ده سابق ولا متاخر؟ هنلاقي ان في دايره كهربائيه بتقول سابق وده دايره كهربائيه بتقول ايه؟ هو ده الشغل بتاعنا بقى. على فكره شغل الظريف ما فيهوش حاجه يعني، والاستاذات اللي هيقولها دلوقتي هي مش مطلبه في الامتحان، هي استاذات عشان تفهم اللي بتطلع منها قوانين. يعني هتلاقي نفسك لازم تذاكرها علشان دي بتطلع منها قوانين اللي بنشتغل فيها في كلمه سابق. اوكي؟ طيب يبقى ده مفهوم الساين الاي سي سيركت اس او اي سي يعني الترنيتي كارد. الساين او ممكن تكون كوزاين. ساين او ممكن تكون تمام، لكن مش حاجه ثابته. في دايره الادابتور وفي ناس على فكره بتعرفها ممكن تعرف يعملها. دايره الادابتور هي ترانسفورمر الاول بينزل من 22 فولت مثلا ل 12، بعد كده بيعمل دايره بقى عشان تحول من الاي سي للدي سي. يحط حاجه اسمها الامبليفايرز بحيث انها تظبط كده الساين والادابتور مع بعض، ويحط عليها كباستور بحيث يخليها تبقى ايه كل الفيد بتاعتها تمشي بليفل معين. هو الادابتور بيطلع فولت دي سي فعلا؟ لا. ازاي بطريقه؟ لو عايز اقيسه كده مع التايم زي بالظبط، بس هو اقرب ما يكون للايه؟ للدي سي، اقرب ما يكون. يعني مش مهزوز، على الاقل مش ايه؟ مش مهزوز، مش الترنيتنج، مش رايح كامل. اوكي؟ طيب، سؤال بقى، مين فيهم يعمل شوك صدمه كهربائيه؟ دي سي ولا الاي سي؟ بيختلف الناس كتير في الحاجات دي، هو الاي سي ولا في ناس يقول لك ممكن الاي سي يكون افضل لان في لحظه عندي على التايم زيرو ممكن ابقى انا مسكت في اللحظه ديت فما يحصلليش حاجه، يعني ده كلام بس هي مشكله، هي لها قيمه الفولت قد ايه والكارنت المسموح، انا ممكن اتعرض لفولت زي ما انت عايز ما دام مفيش كارنت مشي، لكن في كارنت مشي لا فيها ليه؟ هي بس انا هاخد الترم اللي فات فجينا لما عملنا برزنتيشن كده وخلينا على تويلت راس فجينا مطلت يوميها برضه لما احب دايما اعمل تيست على سلك الكهرباء. ها حد فاكر؟ بضغط خلي بالك منتهى الخطوره بوش ايدك لان زي ما قلت لك بوش ايدك ايديك السنس بتاعها مش بمزاجك دي بقى مفيش ايه انا هفكر لسه لا اصل انا هاخد بالي واصل انا هشد ايديا لا الكلام ده في الماضي ماشي انا لو حسيت الكهرباء ايديا هتقفل عليك وبالتالي كده بقى خلاص ما تفكرش لكن لو حسيت الكهرباء كده اه ايديا هتقفل هسحب ايديا فلما احب اعمل تيست على الكهرباء زي ما قلت لما فكر تيست اللي هو التوب قبل كده دوت
يا اما احط ايديا كده بس مجرد ما اهنس احس ان في حاجه بترقش كده او ساحب رقبه. اوكي؟ على فكره في ناس بتحب بتعرف الكويس تاني، في ناس بتعرف ان سكه تليفون في حراره لا بدها تطلع على السد. اول بطاريات 9 فولت دي برضه بتطلع على السد. هتقول لي يعني ايه يعني ايه بسام؟ يعني هو لو حس برعشه بسيطه قوي كده بسام عن طريق النساء اللي موجود دوت بيعرف ان في كهرباء عندي، بيعرف ان في طريق في طياره. يعني ممكن تجرب ربع ساعه كده كل يوم كهرباء في البيت بحبك. Thank you.
الفيز يعني
مفيش اي عين بينه وبين دوله. الرسمه دي كده اللي هي فيزو ديجرام، احنا بنتابع عشان الرسمه دي حتى زي السيرفس بتاعتنا في المعمل، فدي اسمها كده فيزو ديجرام. محتاج على فكره الكلام شغل الحل، يعني ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله في الحل او لما تبص انتوا على المساله على المره الجايه في الكتاب هتلاقي ان كلمه فيزو ديجرام بس. طيب هيحصل ايه اختلاف في الكباستور؟ حضراتكم شايفين هيحصل ايه اختلاف في الكباستور؟ الكباستور الكباستور بس هو اللي موجود مع النبضه، فبيقول لي ان دي بتساوي مين نص ساين اوميجا تي. ماشي؟ طيب تعريف الكباستور اللي خدناه من ضمن الفاكتورين، ها؟ كان كيو اوفر بي، كان كيو اوفر بي، يبقى كيو بتساوي كام؟ ها؟ سي في نوت بتساوي سي في دي، صح كده؟ يبقى كيو بتساوي سي في دي، في دي بقى اللي هي مين؟ دي نوت ساين اوميجا تي. تمام، يبقى نكتب مكانها ايه؟ بي نوت ها ساين اوميجا تي. حلو، طب لما دي نفس الكلام اللي فات، البولت كان ساين والتشارج كان ساين، هو انا بعمل علاقه بين البولت والتشارج ولا علاقه بين البولت والكرنت؟ كرنت. ها؟ بولت وكرنت. بولت وكرنت، طب ايه علاقه بقى الكرنت بالكيو؟ الليفت بتاعه. التفاضل بتاعه. القصه بقى ان ده تفاضل فعايزين ايه اللي بالساين في حاجه ثانيه. فاهمين بس ايه؟ يعني عشان في علاقه تفاضل بينهم، لكن هنا لا كان تلاقوا كونس. احنا كل الحكايه اللي ضربت الار على ضربت على ار، ضربت الرقم ثاني. لكن هنا العلاقه بقى بين الكرنت والبول ان ده التفاضل بتاعه. فلما دخلنا في التفاضل في رياضه حياتي طبعا عارفين الكلام ده، بنكتب ساين المغير لما تعرف. يبقى دي كيو باي دي كي هي ايه بقى؟ ها هي سي اوميجا في دي نو، صح كده؟ دي كوساين ها اوميجا دي. حد مطلع الكلام ده؟ طيب يعني بيساوي ايه بقى؟ يعني ار بيساوي اي نو ها ايه؟ ممكن ايه رايكم لو كتبناها ساين اوميجا تي؟ ها؟ هنكتب بلس ولا ماينس؟ الكوزين عشان اعبر عنها بساين. ماينس. هيبقى مجموع عليها ولا مفروض منها؟ طيب ماينس. ها؟ ماينس. ماينس باي اوفر باي اوفر ايه كده؟ ايه؟ انا لازم رسم الكوزين، لازم رسم الكوزين. عادي. رسمة الكوزين دي لو انا عايز اعبر عنها انها ساين. ها هيبقى الساين بادية من زيرو ولا بنشال منها باي اوفر 2؟ بنشال منها باي اوفر 2، اوكي؟ عايز تخليها كده ماشي عشان ما تتلخبطوش، عايز تخليها كده ما فيش مشكلة، عايز تدل دي النهاية بتاعتك انت بس. انا ما عنديش مشكلة، يعني لو دي زي لو دي زي حاجة. تعال. لا لا نكتبها احنا كده ممكن تي ماينس باي اوفر 2، يعني بنخلي دايما الترم الاول. طيب يبقى اي نوت بتساوي كام؟ هنا. اي نوت بقى بتساوي كام؟ ايه العلاقة فيهم؟ لو بصيت هنا حضراتكم كده ده هو الاي نوت اهو، طب وهنا هو ده الاي نوت صح؟ يبقى اي نوت بتساوي كام؟ ها بتساوي كام في دي نوت؟ اوميجا سي صح كده؟ اوميجا سي صح كده؟ طب بص حضرتك قول لي انا عملت ايه؟ انا قلت هنا ايه؟ دي نوت على اي نوت بتساوي كام؟ لا في كل دايره كهربيه عايز تطلع عليها الترم ده. دي نوت على اي نوت كام؟ في كل دايره كهربيه. طب من هنا كده معلش انا بديك بعد كده هتنقل ها من هنا يبقى في نوت على اي نوت كام؟ ها؟ في نوت على اي نوت بتساوي كام؟ ها؟ واحد على اوميجا سي واللي احنا هنسميها اكس سي. يبقى اكس سي بتساوي كام؟ واحد على اوميجا سي وهي دي الوحده بتاعتها تقوم على بعض. هتقولي جبتها منين؟ ارجع حضرتك هنا في نوت على اي نوت اللي هي الريزستنس بتدفع الوحده بتاعتها. معنى كده ان وجود الكباستور في الدايره الكهربائيه هل هو بيأثر بس بقيمته ولا قيمته قيمه الفريكونسي اللي موجوده هناك؟ هيبقى حضرتك الحته دي الار دي ثابته كونست رقم ثابت هنا طلع ثابته ثابت لا ده طلع واحد على 2 باي اف سي السي ثابت تمام طب والاوميجا دي هل دي ثابته ولا بتعتمد على الفريكونسي بتاع الدائره الكهربائيه؟ يبقى الاكس سي مش ثابته على طول الاكس سي ثابته بثبوت الايه؟ الفريكونسي لكن لو الفريكونسي بتتغير فالاكس سي مالها؟ هي كمان بتتغير طيب دي بيسموها ايه بقى؟ بيسموها كباسيف رياكتنس فهو تعالى كده نتكلم هو انا ينفع اسميها ريزيستنس زي دي كده دي اسمها ريزيستنس دي اسمها مقاومه هل اكس سي اقدر اسميها مقاومه؟ لا فبيسميها رياكترس رياكترس يعني ايه؟ تناظر المقاومه يعني ما
الكبستور هو بيعمل تأثير في الدائرة الكهربائية، أكيد مش زي الدائرة الكهربائية كده ماشية عادي. إيه التأثير اللي عمله؟ بيسموه رياكتر. طب رياكتر دي هنسميها كبستور لو كان بيتكلم على سيسر، هنسميها إندكتر رياكتر لو كان بيتكلم على كويس. فكلمة رياكتر تناظر ريزيستنس. المقاومة هنا أو هنا برضه في نقطة على أي نقطة على بعضها المقاومة بتاعتها. يبقى اس سي بتساوي 1 على اوميجا سي. ايه رأي حضراتكم؟ الرسمة لو عايز ارسمها ارسمها ازاي بقى؟ ها؟ لو الفولت كان مرسوم ساين فالكرنت مرسوم كوزاين. الفولت لو مرسوم ساين فالكرنت كان مرسوم ايه؟ كوزاين. لو رسمت الكرنت على الفولت دي بس من بس من الفولت بتاعي كبست ايه؟ ها؟ تحت. يبقى ايه؟ تحت. تحت دي كمان على فكرة تأكيد للحتة اللي احنا بنقولها دي. ها؟ اهو تحت لو ادي اهو يبقى الدي سي اخباره ايه بقى؟ سابق الكرنت ولا متاخر؟ متاخر. متاخر. يبقى الدي سي لاج الكرنت باي باي اوفر كيو. يبقى الدي سي متاخر عن الكرنت بباي اوفر كيو. طيب من ايه سجلت يا مهندسين؟ من ايه سجلت؟ لو عندي بوينت بس بص هبتدي ايه المره دي بقى؟ انا المره دي ابتديت بالبوم والمره دي برضه ابتديت بالبوم هنا هبتدي مين بقى؟ هبتدي بالكرة ليه؟ ان بص كده السطر اللي بعديه هتفهم انا اقصد ايه؟ ان الفولت بتاع كويس بيساوي ال في دي اي واي دي تي فانا عايز اخد التفاضل ده عشان اعمل التفاضل ده هبتدي بالكرنت ولا هبتدي بالفولت؟ هبتدي بالكرنت لو كنت بتدي بالفولت كنت هطلع بالانتجريشن فانا عشان نسهل المواضيع لو بدل ما اخش بالانتجريشن خليها في التفاضل بس التفاضل بيبقى اريح تمام؟ فانا بقول اهو دي اي واي دي تي يبقى ليت اي بتساوي اي نو ساين اوميجا تي احط الاي هنا هفاضلها بالنسبه للتايم هيطلع لي يبقى دي بتساوي ان في ايه بقى؟ دي اي واي دي تي اللي هو مين بقى؟ ها؟ ان اوميجا فاي نو ساين اوميجا تي. طيب ساين ولا كوساين؟ كوساين. كوساين اوميجا تي. طب البي هي مين؟ ها؟ البي هي بي نو كوساين اوميجا تي. عايزين نقارن المعادله دي بالاخير. دي كوزاين ودي كوزاين. بين نوز ال فوليو. دي كوزاين ودي كوزاين. ها يبقى دي كده اهو. ايه دي؟ صح ولا غلط؟ يبقى دي نوز بتساوي كام؟ بتساوي اوميجا في ال في اي. طيب في نوز على اي نوز انا هحسبها كل مره. هنا بتساوي كام؟ ها؟ في نو او في نو على اي نو بتساوي اوميجا ال اللي احنا بنسميها اكس ال. مين اكس ال دي بقى؟ اكس ال على بعضها الوحده بتاعتها ايه؟ او او الوحده بتاعتها على بعضها كده برضه. طب الاكس ال ثابته ولا متغيره؟ ها؟ ثابته مع ظبوط الفريكونسي، لكن لو الفريكونسي بتتغير فهي كمان ايه؟ بتتغير. طب يبقى الريزيستنس مع تغير الفريكونسي هتفرق في حاجه؟ الريزيستنس مع تغير الفريكونسي هتفرق في حاجه؟ ما تفرقش على الفريكونسي. لكن اللي بيعتمد على الفريكونسي اكس سي وبيعتمد على الفريكونسي مين؟ اكس. عايزين تعبروا عنها برضه تضايق من ثلاثه ساينس ثلاثه ساينس مش عايزين برضه. انا شخصيا انا عن نفسي يعني. لكن ممكن نلغي في الصدر عشان ما نقعدش بس نحاول تضايق من ساينس نلغي فيها. طيب لو بصينا هنا هنلاقي الكرنت كان مرسوم ساين البوتنشال مرسوم ايه؟ ها؟ كوزاين تمام كده؟ طيب حلو قوي لو الكرنت مرسوم على الافق دي البولت بتاع الكوين هيبقى فين بالنسبه لك؟ ها؟ هيبقى ثابت هيبقى ثابت تمام؟ طيب يعني عايز اقول كده ببساطه ببساطه كده بصوا بصوا لما ده كان على الافق دي وده كان ماكسيمم كان البولت يعني باني بعديه ولا اقل منه؟ يعني ده لما كان ماكسيمم كان الفولت كام؟ بزيرو، فكان متأخر عنه.
ممكن بتاع الكلاسيك كان متاخر عن ايه؟ عن الفرنس. طب بصوا هنا حضراتكم كده، لو الفرنس بادي من زيرو كان الفولت بتاع الكويل اخباره ايه؟ مثلا ده يعني ايه؟ سبعه. فاهمين الفكره ايه؟ زي سبعه. هيبقى سبعه كام؟ ها؟ بالظبط كده. يبقى الفي ال لي الفرنس باي باي اوفر ثابت بباي على طب افتكروا لما شرحنا طب لو في الاي سي سيركت انا كنت اهميها بقول لكم ايه؟ ده ثابت ب 90 ومتاخر ب 90 قلت لكم بس هتعرفوا 90 دي جايه منين بشرطه كويسه. عرفنا دلوقتي 90 دي جايه منين؟ انها بتبقى ساين ولما فاضلها تقلب كوزاين والفرق بين الساين والكوزاين 90 درجه كوزاين. ده كان الاختيار الثالث وهو ده الجزء اللي في السي دي من الاول في السي دي بقى اللي هو في الفيديوهات اللي عندكم على الانترنت انت اللي هو في الاول فيها جزء معتاد. باشمهندس عايز تعمل ايه ورا؟ يعني عايز تتخيل ان صوتك جاي لغايه عندي هنا؟ اشرحه زي ما انت عايز بس بعد وقت المحاضره، ممكن؟ في الفيديو في الاول هتلاقي جزء كده كبير اللي هو من ايه ومن التجربه دي اللي هو كله انت لو رجعت دلوقتي وبصيت عليها هتلاقي هي الجزء زي ما عملت كده. تمام؟ في العملي نفسه كنا بنقول مش مشكله، خش على التجربه على طول واشتغل لان هي دي تهمك واللي دي اللي هيجاوب عليها. اوكي؟ لكن لو رجعت دلوقتي بصيت هتلاقي هي التجربه الكلام ده بالظبط. طيب اتفضل يا باشا. عندنا شيء؟ يعتبر لا يعتبر زي مفهوم المقاومه، لكن هي فعليا مش مقاومه لان مفهوم المقاومه حاجه سهله. مفهوم المقاومه حاجه بتسهل الكهرباء. بتفقد الكهرباء، لكن الكويل والكباسيتور ما بيفقدوش كهرباء، بالعكس هم بيخزنوا كهرباء. تمام؟ كلام الشخص جميل قوي، يقول لي طب ليه ما قلناش انها يعني ايه اندكتيف ريزيستنس؟ يعني ليه ما قلناش انها ريزيستنس؟ اصل الريزيستنس تختلف عنهم في حاجتين. اول حاجه ان الريزيستنس بتفقد الكهرباء ما بعرفش اجيبها تاني، لكن الكباسيتور والكويل بيكتسب الكهرباء. بيخزنها، تمام؟ يكتسب الكهرباء في الكلام. طيب تاني حاجه ان الريزيستنس كونستنت، مفيش فيها فاريشن عن سيكونس، لكن الكويل والكباسيتور الاثنين بيعتمدوا على سيكونس. فما دام المفهوم فيهم مختلف ما ينفعش اسميها نفس الاسم. اوكي؟ طب لما يجتمعوا مع بعض بقى دايره كهربيه واحده، هيبقى اسمها ريزيستنس ولا ريأكتنس؟ يعني هنا سمينا ريزيستنس، هنا سمينا كباسيتور ريأكتنس، هنا سمينا اندكتور ريأكتنس، طب لما احط حاجتين مع بعض هيبقى اسمها ايه بقى؟ هيبقى اسمها انديدنس. كلمه ثلاثه خالص. ما هو ما ينفعش برضه اسميها لا ريزيستنس ولا ريأكتنس، مش هينفع احط الكلمات جنب بعضها. فبيجي اسم جديد اسمه امبيدنس. الامبيدنس دي اللي بيسموها بالعربي المعوقه بتاعت الدايره الكهربائيه. يعني المعوقه الحاجه اللي بتعوق مرور التيار في الدايره الكهربائيه. الريزيستنس هي المقاومه. مش بتعوق هي بتعمل افكت ولا بتعملش؟ هو ده السؤال يعني بص بص يا باشمهندس لو السلك بس عباره عن سلك من غير اي كومبوننت كان هيبقى فيه اداء معين. طب لو حطيت ريزيستنس في اداء يعني حتى لو ماشيين مع بعض بس في قيمه ثالثه. طب لو حطيت كباسيتور على بيأثر لو هو ايه لو انا مش بتاعت بتأثر بتروح ولا بتروح؟ لا لا مش قصدك وجود الكباسيتور او كويل هو اللي جاي من شركه الترانسفورمات اللي احنا بنقسمها دي يبقى في رد فعل ولا لا؟ في ريسبونس يعني بيسموها كده احنا بنسميها كده في الهندسه كلمه ريسبونس في رد فعل او استجابه او رد فعل شيء يعني لما انت وجوده زي مش زي عدمه يبقى اكيد عمل تاثير. هو التاثير ده احنا بنديله اسم. ففي الريزيستنس بنسميها في الار بنسميها ريزيستنس، في الكوي والكباسيتور بنسميها ريأكتنس. طب لو حطوهم على بعض بنسميها كلمه امبيدنس، بتاخد حاجه زي كده. اوكي؟ طيب. على فكره الكلام ده مش مرهق بالنسبه لكم حاجه لان هو مش محتاجين ان انتوا زي ما بقول كده تقعدوا تحفظوا فيه. ده محتاجين بس تفهموه. ماشي؟ الموضوع محتاج فهم. ده انت فاكر حاجه زي كده قبل كده في ثانوي. Thank you.
ثلاثة احطه على بعضه كده علشان عايز اقارن منهم. لكن هنا احنا ممكن نشتغل مع بعض احنا كده بس كويس. دلوقتي لو انا عندي مقاومة بس هقسم الجزء بتاعها ايه؟ انفيز انفيز هقسم ايه؟ انفيز صح كده؟ طيب لو عندي كويل بس هقسم الجزء بتاعه فين من هنا لفين؟ هقسمه فوق. طيب هل ده بس لوحده اللي موجود؟ وده لوحده بس اللي موجود؟ لا ده انا عندي الاثنين مع بعض. طب الاثنين مع بعض دول المحصله بتاعتهم فين؟ ها؟ فين؟ هو ده البولت بتاعي. البولت بتاعي ده بقى طلع ان فيز ولا اول اوف ديس 90 ولا طلع ايه بالظبط؟ عامل اجل. هو ما طلعش ان فيز وما طلعش اول اوف ديس 90 ده طلع حاجه ايه؟ عامل ايه؟ ميكس كده، حاجة ميكس بين الاثنين، يعني الأنجل ما بين 0 وما بين كام؟ 90، فبسمي الأنجل دي بقى إيه؟ فاي، وهي اللي بنسميها فيز أنجل. فيز أنجل، فاي، هي اللي بنسميها فيز أنجل. طيب، هسأل حضراتكم سؤال، عشان ده يفرق معايا قوي السطر اللي هكتبه ده، لو أنتوا ردتوه معايا في نفسكم كده يبقى احنا تمام. لأن ده هيبقى معاك حل مثالي. ايه هو؟ لو انا قلت ان الجي هو بي نوت ساين اوميجا تي تمام؟ يبقى اي بيساوي كام؟ اي نوت ساين اوميجا تي بلس واي ولا ماينس واي؟ تعالى كده نفكر مع بعض. لو انا اعتبرت ان ده كده معناه اوميجا تي بس عارفين يعني ايه؟ يعني بلس دي. يعني انا معتبر ان ده الريفرنس بالنسبه لي. بلس واي. لو ده الريفرنس بالنسبه لي، الفرنس بالنسبه لي، ها؟ رجع لورا ولا رجع لقدام؟ رجع لورا. رجع لورا قد ايه؟ باي. باي يبقى هو ايه؟ ماينس باي. حاضر. راح يبقى راح حاضر، راح مش مستعجلين يعني. ها؟ هيقولها تاني. ولا تاني بعد كده بس ايه دي؟ حاضر. ها؟ البولت اللي زي ودي نوت ساي اوني دي. تمام؟ انا ما دام ما كتبتش ده فيها حاجه فانا اعتبرت ده زيرو كده. اقول على حاجه تاخدها على جنب خالص. ايه رايك حضراتكم لو انا عندي اهو ده المحور بتاعي ده كده السيتا بتساوي زيرو. ها لو انا ماشي كده، بص لو انا ماشي كده لما اجي امسك حاجه بتقول ان دي كده سيتا بلس، ولو ماشي تحت طب هو دي ايه؟ ماينس صح كده؟ طب ايه رايك حضراتكم؟ لو الفولت هو ده، بص كده لو الفولت هو ده يبقى الكرنت بالنسبه له ماينس ولا بلس؟ ماينس. طب كل الحكايه اللي انا خدت بقى المحور الريفرنس بتاعي حطيته وبعد ما نسيبه دي تحت تمام؟ يعني ده كده بقى زيرو تاني، ده كده اهو ده واقع زيرو تاني. لو انا ماشي كده بص لو انا ماشي كده ايه؟ نيجاتيف. يبقى عشان اوصل للكارت هرجع فيز قد ايه؟ فاي. اللي هي ايه بقى؟ ماينس فاي. فاي. ما عملش ليه على الاقل؟ نعم. ممكن اعمل اه ماشي صح كلام مش معاك سليم. طب تقول لي لا ده خلاص عاجبني الكلام ده. طب انا عايز اخد الاي هو الريفرنس، يبقى الاي بتساوي اي نوت ساين اوميجا تي، يبقى في بتساوي في نوت ساين اوميجا تي بلس 1. وده اللي جالي البديل التاني اللي هقول لك عليه. ما انت في اي مساله او غيره ممكن تكتب الصوره دي او صوره او يديها لك جبن. اصل هو في المساله مش كده، فيها عامل كده مديك معادلتين جبن ويقول لك قول لي دي تبقى دايره ايه. تمام كده؟ يبقى لو انا خدت ده ريفرنس زي ما سمعت في عندك صوره يبقى هطلع لفوق عشان اوصل للنص. طب لو خدت البولت هو ده ريفرنس يبقى انزل. طب انا ليه هتلخبطها ليه؟ مش هتلخبطها. هو انت بالمنطق كده اللي مكتوب اوميجا تي بس يبقى ده الريفرنس بالنسبه لي. صح كده؟ والتاني بنسيبه ايه؟ بنسيبه دي يا بطلع لفوق يا ايه؟ يا بنزل لفوق. اوكي؟ طيب ايه راي حضراتكم بقى؟ في نوت نعم طب معلش يا سيدي انا عايز اتفضل. البولت يبقى ايه؟ سكيلر. هو ده سبيلر ولا مش لما بقول ساين اوميجا تي او بالظبط كده مش فاكر. انا بتكلم ان اوميجا تي وانجل انا بتكلم على الليفت مع الزوايا. لان هما مش بنفس الدايركشن بنفس فده في فرق في الزوايا يبقى ما ينفعش يجيبهم على بعض. مش الجبريك سم. يعني ده في واحد في مكان والتاني في مكان تاني. يبقى لما اجي اجمعهم على بعض. ها؟ طب مش ينفع بس يجيبهم ما ينفعش اقول 5 بلس 3. طيب ايه راي حضرتك يا باشمهندس؟ احنا بنقول بقى في نون على اي نون. ها؟ قلناها كام من شويه؟ قلناها ايه من شويه؟
مرة كانت لما كانت بس ومرة كانت ايه؟ طيب ايه رايح حضرتك وقت ايه لازم زي الرسمة دي تحت كده؟ ايه رايح حضرتك لو قلنا ان هنا وقلنا ان هنا كده اكس ايه؟ هتقولي جبت الرسمة دي منين؟ مش البورت هنا، مش البورت هو اي ار؟ والبورت هنا هو اي اكس ام؟ شيل كارت، شيل كارت، مش الكارت حاجة مشتركة؟ مش الكارت حاجة كومن؟ شيل كارت. يعني البي ام ده هو مين؟ هو اي اكس ام. والبي ار ده هو مين؟ هو اي ار. صح كده؟ والقرن اللي تحت مش كل واحد؟ ان هم على التوالي شيل كارت. يبقى اكتب هنا ار واكتب هنا ايه؟ اكس ام. طيب هنا حاجة اسمها ايه بقى؟ ها انا بحكي عنها من شويه دي ها اسمها ايه بقى حاجه دي زد وزد دي هي مين بقى واقف معانا ايه ها ام فينس الفينس دي يعني المعوقه بتاعت الحاجه اللي البلوك دايجرام اللي بيعوق الدايره الطرف بيعوق طيب نور الدايره الدايره الطرف طيب يبقى في نقطه على اي نقطه هو زد وزد دي بقى تتكتب ازاي ها لو عايز اكتب زد دي كام اختار كم الضغط؟ يساوي كم الضغط ده؟ سكوير روت ها؟ ار سكوير بلس اكس ال ماشي كده؟ طب والتان فاي هنا بتساوي كام؟ تان فاي بتساوي كام؟ بتساوي اكس ال اوفر عايز اقول على حاجه نصيحتي ليكوا عشان ما تجوش في يوم من الايام قلت له احنا في الشطر ده قعدنا نحفظ لما اتهرينا وما كناش حاجه. كل اللي انا بقيت اكتبه من اول عنوان ده كل البورد دي لو حضرتك فاهم المسافتين دول هتطلع اللي انت عايزه سواء كانت في القوانين او المسافات. خدها مني نصيحه كده وحاول تستوعب معايا الرسومات. لان من الرسمه اللي تلاحظها اعمل ايه؟ انا ارسم الرسمه واكتب جنبيها معادله. مش بكتب المعادله وارسم جنبيها رسمه. تمام؟ يعني انا شخصيا بعمل كده. انا بحط الرسمه واطلع عليها المعادله. حضرتك حضرتك لو انت شايفين الرسمه فاهمينها كويس يبقى مفيش مشكله. طيب هل نفس الفايل دي هي نفس الفايل دي؟ فين؟ لان في نقطه هنا برضه هو مين؟ هو اي زد. فبرضه الكارت برضه مشترك معاهم وادي الكارت اهو. ايه راي حضرتك المره دي؟ عايزين نكتب نفس الكلام ده. حد يعرف يبقى مين كده ودي؟ ها؟ لو في بتساوي في نو ساين اوميجا تي فالاي هيطلع اي نو ساين ساين ايه بقى؟ ساين اوميجا تي صح كده؟ ها؟ بعد كده هنعمل ايه؟ بلس فور هنتفرج على كل ده بص كده اتعلم اللي انا بعمله هتفرج على كل ده خالص بعد كده اقرر هعمل ايه؟ لو عايز ارسم البي ار البي ار فين؟ اهو مين فين؟ البي سي فين؟ ها؟ طب واحد هيسالني سؤال انا هحاول اسال الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها هو ليه دايما برسم الثلاث افقي؟ من اول ما اشتغلت النهارده لان دايما بعتبر هو الحاجه المشتركه عندي دي الحاجه المشتركه اللي بشتغل على سيريز سيرفس انا بشتغل اهو اشتغلت ار ال على التوالي يبقى مين المشترك في التوالي؟ الكرة عشان كده هو اللي بثبته كريفرنس هو ده اللي بحطه كريفرنس الار سي على التوالي الار ال سي برضه هيبقى على التوالي مش هنشتغل بارل خالص احنا في يعني اي حاجه بارل في الشطر ده احنا مش هنشتغلها. يعني بارل يعني ما بارل مفيش بارل احنا هو في بارل من اكس كام ده كله بس احنا اصلا الباقيين جزء بارل في الشطر. احنا انت موجود عندك في التاريخ. اوكي؟ طيب ايه رايك حضرتك؟ لو الفي ار هنا والفي سي هنا يبقى دي توتال فين؟ ها؟ دي توتال فين؟ اهو صح كده؟ وادي اسمها ايه؟ ايه رايك حضرتك بقى؟ لو الكل اعتبرته هو الريفرنس عشان اروح للفرق اجمع ولا بطلع؟ يعني ايه طيب يا سيستماتيك كده؟ يبقى هجمع بلس فاي. طيب وايه راي حضرتك برضه؟ لو قلت لك ان ادي الار وادي الاكس سي ها فين زد؟ يعني زد ولا لا؟ صح كده؟ طيب يبقى اي في نوت على اي نوت هي زد وزد دي بتساوي ايه بقى هنا؟ ها سكوير روت لار سكوير بلس اكس سي طيب وتان فاي بتساوي كام؟ ها زي هنا بالظبط كده ها اكس سي على
الحاج فرق ما بين الاثنين دول. الفرق ما بين ايه؟ ده مرسوم فوق ده مرسوم تحت، ده اكس ال ده اكس اس. ايه رايك حضرتك؟ يعني لما الاثنين ترتبط كده مع بعض هتلاقي تحس ان الموضوع ايه؟ ماشي. هو دايما اول حاجه بتبقى صعب عليا شويه، بس لما تيجي تفرع الحاجه اكتر من مره هتحس انها خلاص ايه؟ متكرر. طب مين بقى الشاطر اللي هيبتدي يقول لي ار ال سي ست مع بعض؟ ركبوا مع بعض. هيحصل ايه ار ال سي ست؟ هتقوم بالرسمه دي؟ هعرفها. قلت كده؟ هعرفها دي. وهضم الرسمه دي برضو على الرسمه. طب لو انا فاهم الاصول بتاعتنا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله. بص كده هعرفه اهو، ادي ار وادي ال وادي ز. ار ال في ممكن حد كده يحاول يلا يرتاح معاك؟ ادي البي ار اهو. طيب البي ال فين؟ اهو. والدي سي فين؟ تحت. هنا بقى عندنا مشكلة. ايه رأي حضراتكم؟ ايه الجديد في الرسم؟ واحد كوم في خاص تعودنا عليه. هيبقى في دي عكس. دي ال بس كنا رسمنا الكوم. طب لو كان دي سي بس مع دي ار كنا رسمنا تحت. طب يظهر لي في ال وفي سي على كده وان لاين. ايه احتمالات في ده؟ هنقدر نقول لو ده احتمال. لو ده كان احتمال. ثلاثة. طيب هتصغرينه اهو. في موقف شغال. البي ال اهو. طب لو البي ال اكبر من بي سي. اكبر. Gracias.
تعالى كده نطلع كل الكونديشن.
بس بشرط ان انا مش هقول ولا كونديشن منهم، انا هساعدك ان انتوا تقولوهم معايا. تمام؟ الريفرنس يعني انا هقول اول بدايه، اول بدايه ان مفيش يعني في ال كمقدار قد في سي كمقدار. تمام؟ ده انا هقوله، يبقى الريفرنس حصل ايه؟ ان في ال يساوي في سي. طيب ايه تاني؟ ايه تاني في الرسمه الثانيه؟ ايوه اكس ال بتساوي اكس سي. طب لما بقى في ال بتساوي بي سي حصل ايه؟ بس دي بتتقسم على الار. بقى في توتال بقى كده، بقى في توتال هو مين؟ دي ار. دكتور حاضر ممتاز، بس لحظه واحده بعد كده افتح الحته تاني شويه، بس لحظه واحده في توتال هو في ار. طب لو في توتال بقى في ار بقى الفولت والكارنت ايه؟ لا واحد فيز، يبقى الفولت ها والكرنت ان فيز. هلا يعني لما الاقي دايره فيها ار ال سي سيرف ويقول لي الفولت والكرنت ان فيز ويكمل ها، يبقى افهم انا ايه بقى؟ ان دي حاله ريفرنس واشتغل بكل ده. انا ايه؟ فاهمين قصدي ايه؟ لما اجيب لك ار ال سي سيركت واقول لك الفولت والكرنت ان فيز. لا بقول لك ار ال سي سيركت وبيديك القيم بتاعته وبيقول لك الفولت والكرنت ايه فين؟ اثنين متزامنين مع بعض، ينفع؟ اه امتى بقى؟ يبقى دي حاله الرضيع. تمام كده؟ طيب نكمل. يبقى معنى كده ان الفاي بتساوي كام؟ الفاي بتساوي دي. طيب الباشمهندس مشهور قال كلمه بقى نقولها تاني يعني، قول يا باشمهندس. لو الاكس ال هي اكس سي وعكس بعض يبقى الست هي مين؟ بس كده. ولما الزد تساوي الار ده الماكسيمم كيس ولا المينيمم كيس؟ لا ده الماكسيمم كيس. اقل قيمه ممكن تطلعها، يبقى ده واضح ايه بقى؟ زد. ولما الزد تبقى مينيمم يبقى الكارنت ايه؟ ده اقل قيمه للزد. مش الزد دي؟ الزد دي عباره عن اكتب كده واكتب كده. طيب لو انا بقول اهو دي الزد، لو بقول لك انها بقت الار بس مينيمم كيس ان وجود اكس ال واكس سي الزد بيحصل لها ايه؟ الزد. طب لو الزد بقت مينيمم الشيء اللي بيعوق التيار الكهربي بقى اقل ما يمكن. يبقى الكرنت بقى ايه؟ ده اي بتساوي اي. حد فاهم انا عايز اقصد ايه؟ ان اي كلمه بتتقال في المساله كونديشن من دول يقصد انها ايه؟ ريزونانس وميزان. طبعا احنا بنسال ورايحين في اتجاه، وحضرتك طبعا لو مش عارف رايح في اتجاه تاني، بتحل انت بقى في حته ثانيه ما اعرفش ايه. نعم. لا خليني مش اللي هو خليني كده بتتبنى هنا يعني اعتبره كده الدايره فيها اصل دي هي بتطلع حاجه اسمها دايره السبيكت اللي هو بتطلع فيه بس. فدي يعني دايره يعني حاجه كده ان الفورس بتاعي ده بس الاد بتاع كويس الضغط يعني في يرد على بعض الضغط اي الضغط ده هو ده لك يا الضغط ده فرايح في ايه ده بدل حاجه اسمها في بس لا كان بدل حاجه ثانيه اسمها في بس يعني كل اربع حاجات يا باشمهندسين باشمهندسين نراجع بسرعه للمره الاخيره المره الاخيره وهديك مثال بسيط كده عن اكيد كلامي عشان انتوا مش عارف تصدقوني يا محمد هدول في الامتحان بس. بيقول لحضرتك ايه؟ ايوه سؤال رقم اثنين في الام سي كيو بيقول لك ان ار ال سي سيرف ار بكذا سي كذا وال كذا يعني اديني القيم بتاعتها اديني ار اهو اديني ار وال وسي اديني القيم بتاعتها وبيديني فور وان انجولار فريكونسي اوف ان اي سي فولتج اتس كارنت فلو ماكسيمم الكرنت يبقى ماكسيمم عند انهي فريكونسي؟ هل هو هنا قال لي رميم؟ لازم انا استخدم الكلمه الكرنت ماكسيمم انه بيسال في حاله ايه؟ ابتدي بقى اشوف حاله رميم دي اعمل فيها ايه واطلع منها ايه؟ يبقى ما قالهاش صراحه. هتيجي في الشيت كذا مره على فكره وتشيل لها صراحه. خلاص؟ يبقى عندنا حضرتك الفي ال هو البي سي، الاكس ال هو الاكس سي، الفي توتال بيساوي بي ار. الفي توتال والكرنت ايه فين؟ يعني الفاي بتساوي زيرو. زد بتساوي ار بتساوي زد مينيمم، الاي بتساوي اي ماكسيمم. السؤال اللي هو طلبه ده بقى اوميجا بتساوي كام؟
ده بقى يا حضرتك لو اكس ان بتساوي اكس سي ها يبقى الاوميجا ان بتساوي واحد عدد اوميجا سي صح كده؟ يبقى الاوميجا بتساوي كام؟ لا بقى سكوير واحد على ال سي يبقى اوميجا سكوير واحد على ال سي هنا يبقى اوميجا بتساوي واحد على روت ال سي يبقى هعوض بمين؟ هعوض بالار والان والسي اللي هو بالدومي؟ اه من انا عايز انا اسالها بقى السؤال ده تاني هو ينفع يديني يجيب زياده بس ما تبصش للامتحان؟ هيعني ترد انت دلوقتي بقى مش احنا هنرد شهر خمسه خلاص ينفع جدا انا بديك زي ما انا عايز وعايز اللي انت عايزه منه هو اللي استخدمه انت بتستخدم منه اللي انت محتاجه بس ايه وسي بس هتبقى لك هتبقى يسموها ريزونانس فريكوانسي اوكي بلس ماينس ها هي هي طب يلا بس هي دلوقتي اسهل
مين تأثيره أقوى؟ ماينس 80 زائد 10 فاهمين قصدي ايه؟ هيوصل ايه انا؟ هيوصل ان التأثير مين فيهم تأثيره أقوى في اللي تحت. طب هل أمشي عليه بالظبط ولا أمشي قريب منه؟ قريب منه. يبقى أنا أمشي كده أهو قريب منه أهو لحد ما أوصل ليه. طيب لما أعدي الريزونس يحصل ايه؟ التأثير بتاع الفوق هيبقى ابتدى يقرب من زيرو وده ابتدى ياخد طريقه يبقى بره تاني كده ده ابتدى يقرب من زيرو يعني عكس ده ابتدى هنا ده كان ايه ناقص 100 ناقص 90 ناقص 80 وهكذا بعد ده كده ابتدى يقرب من ايه ابتدى يصغر وده ابتدى يحصل له ايه؟ يكبر التأثير الفوق يبقى فيهم تأثيره اكتر بعد الريزونانس اللي فوق اهو طيب يعمل ايه بقى؟ ده مين ده؟ ده اكس ال ماينس اكس سي. طب يعملني في ايه؟ اني نقطه اني اهم نقطه في الرسمه بتاعت الخط ده؟ لحظه الرميل لما عدى الاوميجا ريزونانس كان مين بيساوي مين بقى؟ كان المقدار ده كده بيساوي ايه؟ المقدار ده المقدار ده قد المقدار ده وبالتالي هما الاثنين كنسلوا بعض هنا من ده ايه؟ عند الاوميجا ريزونانس الماكس ملهاش قيمه لان اللي فوق بيكسر الايه؟ بيكسر ده يعني نفترض ان ده كده كان عند 10 ده كان عند ماينس 10 فالقيمه هنا كسرت القيمه هنا عدت هنا بمين؟ باوميجا طيب حضرتك حاجه بسيطه عايزين نرسم الزد نرسم الزد نرسمها ازاي؟ بصوا هي الزد تبقى المينيمم امتى؟ في حالة الرنين؟ لا ثواني بس لحظة الرنين بتبقى ايه؟ مينيمم صح كده؟ طيب في حالة الرنين اللي هي بتبقى مينيمم بتساوي مين؟ طيب لو دي النقطة اللي هي أصغر نقطة في الكيرف يبقى الكيرف بعد كده رايح فين؟ يبقى الكيرف بعد كده اهو مش هو اقل نقطه فيها عند الريزونانس واقل نقطه فيها بتساوي ار بعد كده لو رحت شمال شويه يحصل ايه؟ هتزيد ولا هتقل؟ لو رحت يمين شويه يحصل ايه؟ ما هو معنى دي نقطه المينيمم معنى كده ان بعديها بيزيد وبعد ما فيها بيزيد كده تطلع كده ايه؟ تطلع كده تطلع كده طب لو الزد اترسمت كده الكرة بتترسم ازاي؟ الكرنت عكسها بالظبط ممتاز نفس رسمه الزد بس الكرنت ايه عكسها لحظه المينيمم ده ماكسيمم ده بيزيد ده بيقل وده بيقل ده بيزيد يبقى الكرنت ازاي نفس النقطه بقى هنيجي كده من اي مكان يعني اهو كده يا باشا بارسي الكرنت عكس مفهوم الزد بالظبط الزد دي الحاجه اللي بتعوق مرور التيار الكهربي لما الحاجه اللي بتعوق دي بتقل الكرنت ايه؟ بيزيد طب لما الحاجه اللي بتعوق دي بتزيد الكرنت بيقل الكرنت بيحصل له ايه؟ هم عكس بعض بالظبط يبقى دي مني يبقى ده بس طيب ده بيزيد يبقى ده بيقل ده بيزيد يبقى ده بيقل ايه بيسموها كده جرافيكال ريبرزنتيشن سمة أمك دي رسمة بحر لو ما ألو؟ هو كده هو ماشي يعني هو أنا جرب كده اشرحها صغير كده هتقول له عرفت كده كده وطلع كده طيب فين حضرتك الكلام دوت؟ هو ده اللي ممكن يناظر عليه أسئلة ممكن اجي اسالك سؤال الصح والغلط او الجوز او ايفر بحيث يبقى حضرتك تجاوب عليه بناء ايه؟ يعني على سبيل المثال بس لما اجي اقول لك قبل الريزنس الايفكت بتاع الاكس ال اكبر من الاكس سي مثلا ها؟ غلط عليا زي غلط غلط يعني فاهمين قصدي ايه؟ ليه بتقول غلط او صح دلوقتي؟ انت فاهم ايه؟ شايفين من الرسمه ان الاكس ال تاثيره اقل من الاكس سي لا يبقى الاكس سي هيكسر ايه؟ طب مين قصدي؟ انا سهل اسالك عن الحاجات ديت بعد الاسماء. يعني لو انا شغل الفايبر
بعد 10 دقايق بقى كفايه. بس انت عايز تعمل ايه؟ عايز تعمل ايه؟ انت ليه يعني انت مشيت او قاعد تكلم الموبايل جوه الحرم؟ الدليل ده ماشي. هاي طبعا. وما كده صح؟ يعني حضرتك عملت الصوت ده انت مقتنع بيه ولا مش مقتنع بيه؟ عايز تعمل ايه؟ الدليل اصلا فينا ما شفت دلوقتي. انا لو طلعت ان انا اقطع التليفون ارد واتحمل ان انا اتشاف مش مجرد ما اجي اشوف الباشمهندس بيخبي راسه ولا قدامه. يا ريت تجيبوا اخر حاجه يا اما بلاش تعملوا احسن. قلنا قبل كده يا جماعه المعادله المحترمه من هنا دي حاجه احنا بنعملها معاكم لسبب بسيط. حضراتكم مطلوب بعد كده تبقوا مهندسين موجودين في البلد. لازم تتعامل بطريقه محترمه عشان انت بعد كده تعامل الناس بنفس الطريقه وتقدر بعد كده تبقى حاجه بتقود شيء ثاني. هو الخاصية العلمية حصلت.
ان حصل تزامن او رنين ما بين الكتابه بتاعتهم فيها تردد معين ووصل فانتقل انتقل لجسر الطاقه بتاع كل العساكر في لحظه واحده في الانهار. ولا بدي اعمل نعمل كده عشان كده بطلوا بعد كده القصه دي. قال لك في اي وضع ثابت ما ينفعش العساكر تمشي بطل كل واحد جوه ولا اي حاجه. لو الناس كلها مشيت على الطاقه المظلمه ايوه هتقولي ده حديد ملهاش علاقه بحديد ولا لا. ياما زلازل وقعت بيوت مش بسبب خطر معماري، هو بسبب انه جاب التردد بتاع الايه؟ بتاع الجسم دوت.